انضم الينا هاتفين المحلل السياسي الفلسطيني السيد احمد زكرنا. السيد احمد اهلا بك، وهنا عندما نتحدث عن القضيه الفلسطينيه وعن القصه ايضا نتحدث اولا حول دور مصر حقيقه منذ فتره طويله، يعني التاريخ يشهد بذلك، وكيف ان مصر دائما حاولت بدأب منذ ان اصدر الكونغرس في عام 95 محاولتي بنقل السفاره الى اسرائيل، مصر تعمل على اجهاض هذا القرار. كيف ترى أولا الجهود المصرية الحثيثة من أجل إجهاض هذا القرار الذي أعلنه ترامب أمس؟ يعني مساء الخير عليك وعلى مستمعينا الأعزاء. ما أعلنه ترامب يوم أمس ليس احتلالا لمدينة القدس المحتلة بالفصل بقوة الاحتلال العسكري منذ العام 67، ولكن هو احتلال للعواصم العربية جميعا، وهو ضرب بعرض الحائط للمبادرة العربية في العام 2002، وهو إلقاء بعملية السلام في مكب النفايات للأسف، وهو القول بأن لا سلام في هذه المنطقة إلا أن تكون إسرائيل على رأس هذه المنطقة. للأسف ما حدث يوم أمس هو يهين بشكل أساسي كل الشعوب العربية في المقام الأول، ويهين الأنظمة العربية. مصر كانت وما زالت تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في القدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن المواقف الرسمية التي يعني تخرج بالتهديد وبالقلق وإلى آخره لا تأتي بأي ثمار مع هذا المحتل وحليفه الأمريكي الذي لم يراعي حتى الصداقات أو الحلفاء له في الشرق الأوسط، والذين تحدثوا معه ومنهم الرئيس السيسي بأن مثل هذا القرار سيؤجج المشاعر في الشارع العربي وليس في فلسطين فقط. هذه الحجة التي كان يتخذ منها الإرهاب ذريعة اليوم تعود إلى الواجهة لتقول اتفضلوا اشتغلوا، وليس فقط في فلسطين، يعني بقراره هنا يعني الأمر يأخذ منحى خطير. سيد أحمد، يعني بقرار ترامب هنا عندما يتحدث عن أنهم يحدوا من الإرهاب ويتخذوا قرارات ضد العمليات الإرهابية هنا يزيد الموقف اشتعالا ويدفع إلى الإرهاب سخونا أكثر مما هي ساخنة عليه الآن. صحيح، وهذا يعني أن على القادة العرب أولا وليس الشعوب أن يراجعوا ما تقدموا به في العام 2002 من مبادرة عربية كانت تقول اعطنا السلام نعطيك التعاون والتطبيع مع الدول العربية، وبالتالي نحن قدمنا ما يجب أن يقدم وأكثر مما قدم لا شيء يستطيع أن يقدمه الفلسطيني تحديدا، وعلى ذلك يجب أن تراجع القيادة العربية برمتها كل المواقف العربية. عليها أن تعلم أن ما حدث يوم أمس ليس احتلالا للعاصمة الفلسطينية، ولكنه احتلالا لكل العواصم العربية. إسرائيل أصبحت المهيمن الأول في الشرق الأوسط. إسرائيل لن تتوقف عند فلسطين. انظروا من حولكم أيها العرب، لينظر الحكام العرب إلى ماذا يرمي حكام تل أبيب. هم ينظرون إلى احتلال الشرق الأوسط بكافة، واليوم الفلسطيني الشارع الفلسطيني استبق كل القيادة العربية. وأنت تحدثت الآن طبعا نعرض هنا مشاهد سيد أحمد رام الله اليوم وكيف بدت يعني بدأ اشتعال الموقف غزة أيضا مباشرة منذ دقائق عديدة، وكيف أيضا بدأت المظاهرات المنددة لهذا القرار. نعم، كل مناطق التماس اشتعلت اليوم وستشتعل أكثر يوم غد. الفلسطيني خسر كل شيء ولم يعد لديه ما يخسره. اليوم سيدخل لربما يدخل في مواجهة شاملة مع الإسرائيلي، لأن لا يوجد شيء آخر قد يخسره الفلسطيني. انتهى الأمر، لا يوجد بيت فلسطيني إلا فيه شهيد أو معتقل أو أسير، وبالتالي أو جريح، وبالتالي الفلسطيني لم يعد يخسر شيء. على العربي هو عليه أن يفكر
الى ماذا سيصل الى اين ستصل الايدي الاسرائيليه في المنطقه. هنا اي اتفاقيات تمت كما تحدثت احمد زكريا حولها مثلا عندما يعني تناولت في هذا الموضوع الاتفاقيه العربيه او اتفاقيه الاطار العربي في بيروت عام 2002 وكيف انك يعني تحدثت عن تبادل السلام من اجل البقاء هنا وايجاد دولتين، هل هنا تعتبر هذه الاتفاقيه لاغيه بعد هذا القرار؟ هذه المبادرة ما أعلنه يوم أمس يعني كانت هذه المبادرة كي نجد مخرج لمسألة الحل الدولي. أنا أحدثك يوم أمس ما أعلنه أو أعلنته الإدارة الأمريكية. أنا هذا اسمح له أنت تحدثنا أيضا هنا عمان وكيف أيضا المظاهرات التي تسير في شوارع عمان مباشرة من أجل التنديد بهذا القرار. إذا هنا انتفاضة عربية في كل مكان من أجل الوقوف في مواجهة هذا القرار المتعني. تفضل. يعني على العرب أن يسحبوا هذه المبادرة، عليهم أن يعيدوا النظر في العلاقة أولا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تضرب بعرض الحائط هذه العلاقة الاستراتيجية في المنطقة، وعليهم أيضا أن يعلموا ما المواقف التي يجب أن يتخذها الزعماء العرب حيال هذا الاحتلال الذي لم يحترم أحد وما زال لا يحترم أحد في الشرق الأوسط، وكذلك الحديث الأمريكي. علينا أن نعيد أو ندعم السلطة تحول إلى سلطة لإدارة الشأن المجتمعي الفلسطيني وتعزز من صموده. علينا أن ندفع السلطة إلى إعادة بناء الكيانات الفلسطينية، منظمة التحرير، السلطة، الفصائل، المنظمات الشعبية إلى آخره. على العرب أن يدعموا عقد المجلس الوطني الفلسطيني كي يكون في مواجهة هذا التغول الإسرائيلي الذي سيصل فيما قريب إلى العواصم العربية. طب هنا سيد أحمد هنا أن نحصر الخيار السياسي طالما لا تقدم دولة الاحتلال أي تقدم. طب اسمح لي هنا عندما تحدث حول هذا الزخم العربي في العواصم العربية المختلفة وهذه المظاهرات المنددة بهذا القرار، يعني الفصائل الفلسطينية المجتمعة دعت يعني وهي قد شاركت في مسيرة جماهيرية غاضبة في غزة إلى إنهاء العمل الكامل باتفاق أوسلو الذي تم في عام 93 وكان له عدة بنود، وهذه البنود لم تنفذ إلى الآن، حتى أن هناك كان ملحقة لهذه الاتفاقية في طبع عام 95، وكما تحدثت أيضا حول المبادرة العربية في بيروت عام 2002. إذا كيف تبدو أن يعني إلغاء هذه الاتفاقيات ومنها العمل باتفاق أوسلو عام 93 مهما، أم أن هذا الاتفاق يعني برغم ذلك يبقى باقيا؟ هذه الاتفاقيات أنهاها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000، منذ اقتحم شارون المسجد الأقصى، ولم تنفذ إسرائيل ولا بند واحد على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاقتصادي. وبالتالي اتفاقيات أوسلو أنهاها الإسرائيلي ولم ينهيها الطرف العربي أو الفلسطيني علي. وبالتالي لأنك للآن تتحدث حول العودة إلى حدود عام 67 بعد كل هذه السنوات لم يتم التنفيذ مثلا، ولن يتم وما يحدث لن يعني أنه لن يتم. هناك ما يقارب 11% من 22% أراضي 67 تم احتلالها بالاستيطان، وهذا يعني أن تفكيك الحالة الاستيطانية في الضفة الغربية بحاجة إلى سنوات، بحاجة إلى موقف دولي وموقف أمريكي وموقف عربي وموافقة إسرائيلية إلى آخره. الاتفاقية تقول أن القدس الشرقية هي العاصمة للدولة الفلسطينية. اليوم يعلنون القدس ولم يحددوا أي قدس. يعنون سيد ترامب يعلن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، هو عمليا أعلن عاصمة الوطن العربي دولة عاصمة لدولة الاحتلال وليس عاصمة دولة فلسطين. اسمح لي هنا سيد أحمد، يعني وأنت محلل سياسي يعني أكيد تتناول هذا الموضوع على الطبيعة الاستراتيجية أو اللوجستية في الناحية السياسية، عندما نتحدث حول أن بيل كلينتون عندما يعني تم طرح هذا الموضوع والكونغرس صدق عليه في قانون في عام 95، بيل كلينتون حقيقة تهرب وكان له علاقات وطيدة مع الزعيم الراحل ياسر عرفات في نفس الوقت أيضا، وهنا استغل النقطة في القانون بأنه لمصلحة الأمن القومي الأمريكي يمكن أن يتم التأجيل لمدة 6 أشهر. هنا ترامب لماذا أصر على اتخاذ هذا القرار؟
ألم يكن لديه مثلا مستشارون سياسيون محنكون لديه ما ينصحه بأن هذا القرار خطر؟ يعني كيف تفسر اتخاذه لهذا القرار بعد حوالي 20 عام لم يتخذوه رؤساء من قبله؟ ردا على سؤالك أليس لديه مستشارين، اجعلني أنقل لك هذا الخبر وهو أول أمس أرسل إلى ترامب من رؤساء إسرائيل السابقين وعدد من الزعماء الإسرائيليين وحتى بعض الدوائر الأمنية الإسرائيلية لئلا يعلن هذا القرار، ولكن ترامب واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يدفعه بهذا الاتجاه هو يرى بأن الوقت قد حان، خاصة وأن المنطقة منشغلة بقضاياها الداخلية. العراق لم يعد عراقا، سوريا تفتتت، ليبيا كذلك، اليمن فيها ما فيها، تونس فيها ما فيها، ومصر فيها ما فيها أيضا، وبالتالي هذا هو الوقت المناسب. بعض العرب تحديدا للأسف الشديد ممن يمولون الإرهاب هنا وهناك أيضا دفعوا الولايات المتحدة لاتخاذ ما يريدون، ما يريد أو تريد إسرائيل في فلسطين، وبالتالي ترامب لا يجد في غضاضة في أن يأخذ هذا القرار طالما أنه يعلم مسبقا بأن لا قرار عربي يستطيع أن يوقفه. إذن دعني أشكرك المحلل السياسي الفلسطيني السيد أحمد زكريا على هذا التوضيح المهم في هذه اللحظات.